هيا طرق الركوب فكرة طريقة الركوب هذه أو ذيك العلمية أو الفلانية إذا دربت صار عليها تنفع مع كل طرق ركوب الأخرى، هذا خيار وليس واقع، بمعنى أنك أركب بالطريقة الفلانية ذي وبتفيدك بصرف النظر عن أسلوبك وش، هذا غير صحيح. شخص يركب بالطريقة الأمريكية لا يمكن يفيدك فائدة حقيقية، وأنت تركب بطريقة مضادة لها زي الإسبانية فرضا أو الإنجليزية في أوروبا إلى آخره. شخص يركب بالتزليق ما راح يفيدك فائدة واضحة مع الحصان وأنت تقفل القفل عليه. طبعا ما يفيدك فائدة واضحة، مو قصدك ما يتحكم بالحصان أو ما راح يعطيك حصان موزون، إلا بيعطيك حصان موزون، بس بيعطيك حصان موزون بطريقة ركوب أخرى، فلا بد لما يجيك حصان تبرمج على طريقتك. القول بأن الحصان مركوب بطريقة ركوب أخرى غير طريقتكم، وذاك لما تاخذه ما راح تغير فيه شيء، خيال وليس واقع. ولكن عندما يقال الحصان يصلح لأي طريقة أو الأسلوب اللي تتبعه يصلح لأي طريقة، يقصد فيه شيئين. الشيء الأول التمارين، يعني شخص يعلمك تمارين معينة يسويها بطريقته، يخليك تسوي نفس التمرين بس بطريقتك أنت. يعني شخص يسوي التمرين وهو يواكب الثلاث يزلق، شخص يسوي التمرين وهو قافل، شخص يسوي نفس التمرين وهو عاشر، هو ما يغير طريقة ركوبك، فقط يعطيك تمرين مفيد، هذا عادي. الشيء الثاني قصده أن مجالك ممكن يفيدك الطريقة فيه، بمعنى يركب الحصان بطريقة ركوب تخلي التحكم بسرعة واتجاه الحصان أفضل، فالمجال اللي بتركب الحصان أنت فيه زي التحمل، قفز، سباق سرعة، ماراثون إلى آخره، بيسهل عليك التحكم بالحصان أكثر لأن طريقة الركوب المتبعة أحسن. لقد سابقا في فرق بين طريقة الركوب والمجال. طريقة الركوب هي أسلوب تعاملك مع حركات الحصان الثلاث. المجال اللي يقصد فيه بطولة معينة أو مسابقة معينة، قفز، التقاط أوتاد، ماراثون، تحمل، تلقى نفس الشخصين في نفس البطولة طرقهم في ركوب غير مختلفة. لما تكون تتكلم عن طريقة ما تتكلم عن وضعية متفق عليها مثلا القيام على الركابة وغيره، تتكلم عن طريقة التعامل مع الثلاث. ممكن شخص يقفل شخص يزلق، شخص يقفل قفل أقرب بطريقة أمريكية، شخص يقفل قفل أقرب بطريقة إسبانية أو أوروبية، وقص على ذلك. إذا إن قيل أن الطريقة دي تنفع مع الكل، يقصد تنفع مع الكل كتمرين مو كطريقة، أو تنفع مع الكل كطريقة في المجالات. أما أن الطريقة تنفع تفيدك في طرق ركوب أخرى، خيال وليس واقع. أي شيء تسوى في طريقة لما تركب الحصان بطريقة ركوب أخرى، أول شيء تسويه تبرمجه على الطريقة الأخرى. صحيح مدرب زين غير مدرب خطأ، بس صدق أو تصدق من نواحي معينة المدرب زين قد يكون أسوأ، إنك قاعد تبرمجه من شيء صحيح إلى شيء صحيح آخر، ممكن يتلخبط. غير المدرب خطأ، أي شيء صح بتسويه بتقبله، أصلا خلق اللي مدربين عليه خطأ.